ريف مدينة جبلة أيضاً لم يكن بمنأى عن خطر الزلزال الذي طال بعض المنازل في قرية سربيون وتسبب في تصدعها وزرع الخوف في نفوس قاطنيها. في أبنية انهدمت على فوق رؤوس أصحابها، في أبنية تصدعت، عشنا الرعب بكل ما تعني الكلمة من رعب. البيت عندي بصراحة يعني أنا اقتصرت على مواضيع إنشائية، تخلخل شوية عوامد عندي. طبعا أنا عايش يعني تحت رعب بصراحة، وبنام وبفيق وبقول الحمد لله أنه البيت لساته قائم والحمد لله رب العالمين. بنتمنى منكم يعني أنه توصلوا صوتنا للجنة السلامة أنه تجي وتشوف بأم عينا تشوف الوضع. فقنا بالليل دق بواب الخزاني، فكرنا أنه ولا البيت ما يروح يمين وشمال يعني بسرعة، فعيطت على الأولاد وطلعت من غرفة وطلعنا لبرا تحت هدة الهزة. يعني ثواني ما في الواحد يوصفها، ما في بيوصفها للوضع. طب تأثيرها لحد هلأ عليكم؟ تأثيرها يعني أي شغلة بهذا بتلاقي الأولاد الرعب، وأي شغلة إنه شيء مرعب ما بقى بيناموا، ما بقى قريئة بقى ما يقروا، بالمرة بقى بيفكروا إنه يفتحوا كتب يقرأ. إذا على الأكل، إذا بدي يفوتوا على الحمام بدها تروح أمهن معهن على الحمام تنطرم بالحمام، ما في بيسترجوا. البيت فيه تشقعات، في حيطان متأزاي وتشقعات بالسقف. الضرار اللي صارت بالقرية أثناء الزلزال كانت الحمد لله بسيطة، وبس الخوف والرعب كان يعني الأطفال النساء تبكي، كل العالم طلعت لبرا خارج بيوتها، صار فيها تشققات بسيطة. يعني الحالات اللي ممكن تخوف نادرة قليلة كتير، فيها يمكن كم بيت بسيطين كتير. طيب الحمد لله ما فيها الأضرار الضخمة، بس اللي تأثروا بالمدينة هلأ عم يلجأوا على الضيعة، تأثروا في عالم هدمت بيوتها، عالم ما عاد بقت من سكن يعني غير صالح للسكن. خوف جديد يظهر في قرى ريف جبلة باللاذقية مع استمرار الهزات الارتدادية جراء الزلزال، بانتظار لجان السلامة على المقبل من الأيام يحمل معه السكينة والأمان.